قطعت الكوسه شرايح دهنتها قلبتها كده بشويه مع شويه زيت زيتون وحطيتها في الفرن على درجه حراره 200 لغايه ما اتشوت بالشكل ده. تمام، هناخد دلوقتي الكوسه بتاعتنا وهنحطها في ال ايوه اهي محضره الطعام. ايوه محضره الطعام، خلينا ناخد واحده يكون شكلها كده دي مثلا. عايز يشويها على الشوايه بس طبعا بتاخد وقت اكتر. طيب هناخد دلوقتي شويه ملح وهنستعمل ملح من الكسيح. صحيح، ايه حلو والله الكسيح. صحيح، ملح من الكسيح. انا بقول لك رشه صحيح. فلفل برضو من الكسيح. هنحط الثوم. اوكي، وهنفرم بس الكلام ده الاول شويه. هناخد بقى دلوقتي الزبادي. هنحط شوية زبادي. ايوه، والصراحة انا جايبة زبادي بالقشطة. اوه، عشان يبقى يعني اتسم واسخن. وهناخد بقى طبعا يعني مش محتاج شهادة حد، شهادتنا مجروحة في طحينة الكسيح. هناخد طحينة من الكسيح وهنحطها. بس عن جد غادة، انا في اشي بميزه بالطحينه، ايش هو؟ ايش اللي انا وياكي بنحبه بطحينه الكسيح؟ اولا ما بترقدش تحت. ايوه ما خالص. فكتير ده حرام بيضيع هذا التحت كله. بالظبط. طيب هنحط دلوقتي شويه ليمون وهنحط معاها شويه كمون. يلا بيطلع زاكي. اوكي، طبعا بقى يعني على الوش ده بقى حسب الرغبه. أيوة، كل واحد بيحط اللي هو عايزه. انا جايبه رمان ونعناع، طبق شويه زيت زيتون. اوكي، طريقه عشوائيه كده يعني. زي ما بدك، هاي طريقه من طرق التزيين. لنعمل متبل الكوسة نحن بحاجة لنص كيلو كوسة مشوية، ملح وفلفل، ربع كوب طحينية، ونص كوب لبن زبادي تقريبا، حبتين ثومة مفرومة، معلقتين كبار ليمون، رشة كمون. أما للوجه فبدنا زيت زيتون، رمان، وأوراق من البقدونس.